صلاة الغائب. فمع الظروف الحالية يصعب على كثير من أقارب الميت الذهاب للمقبرة، خاصة من كان عنده عذر، كان يكون عنده مثلا نقص في المناعة أو كبير في السن أو نحو ذلك، وهذا الميت قريب بالنسبة له وعزيز عليه، فلا يستطيع أن يذهب ويصلي عليه في المقبرة. ماذا يفعل؟ هل يصلي عليه صلاة الغائب؟ أقول صلاة الغائب أولا من حيث الأصل اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها تشرع على كل غائب، ومنهم من قال تشرع على كل رجل صالح، ومنهم من قال إنها تشرع على من كان له من قدم خدمة للإسلام والمسلمين، سواء في مجال العلم أو في مجال البذل والإنفاق أو غير ذلك. ومنهم من قال إن صلاة الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد. هذه أبرز الأقوال في المسألة. إذا تأملنا الأدلة، أدلة صلاة الغائب فيها دليل واحد فقط، الذي ورد فيها دليل واحد، وهو ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب. النجاشي كان ملك الحبشة وكان رجلا صالحا. النجاشي لما أتاه المهاجرون من مكة أكرمهم وأواهم وكان رجلا عاقلا، عرض عليه الصحابة الإسلام فأسلم وأخفى إسلامه، وهذا من توفيق الله عز وجل له، لأنه يعني أراد أن يبقى في الملك فأخفى إسلامه لكنه أسلم فبقي على ملكه وهو مسلم. بينما كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. هرقل ملك الروم كان رجلا عاقلا، ولما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، وسأل أبا سفيان 10 أسئلة، وقال لئن كان ما تقول حقا ليملكن صاحبك موضع قدمي هاتين، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وقبلت قدميه. وعرف أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكنه آثر الدنيا على الآخرة فلم يسلم حتى يستمر في ملكه، ولم يوفق لما وفق له النجاشي. النجاشي لعل الله تعالى وفقه وهداه للإسلام لإحسانه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولعدله الذي شاع وانتشر، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل إليه الصحابة. النجاشي لما توفي كان قومه يظنون أنه مات على النصرانية وهو قد مات مسلماً، فمات ولم يصلي عليه أحد، فجاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن النجاشي قد مات، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال إنه قد مات اليوم رجل صالح، وكبر عليه 4 تكبيرات وصلى عليه صلاة الغائب. فصلاة الغائب لم تقع إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي. طيب هل صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكونه لم يصلى عليه أحد؟ هذا قال به طائفة من العلم، أو لكونه قدم خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين أو الصحابة وأكرمهم؟ هذا قال به أيضا طائفة من أهل العلم. الأقرب والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه لكونه مات ولم يصلي عليه أحد، والصلاة على الميت فرض كفاية، هي واجبة، فلذلك صلى عليه لكونه مات ولم يصلي عليه أحد. وأما القول بأنه إنما صلى عليه لكونه قدم خدمات للصحابة والإسلام والمسلمين وأكرمهم، فهذا يرد عليه أن هناك من أيضا كان نفعه عظيما للإسلام والمسلمين ولم يصلى عليه صلاة الغائب. فمثلا أبو بكر الصديق أحد الخلفاء الراشدين، ومعروف قدم صدقه في الإسلام وعظيم ما قدم وعظيم النفع الذي حصل على يديه، ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة خارج المدينة أنهم صلوا عليه صلاة الغائب. عمر بن الخطاب كذلك لم ينقل عن الصحابة خارج المدينة وصلوا عليه صلاة الغائب. عثمان بن عفان كذلك. فهذا يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب إنما كانت لأجل أنه مات ولم يصلي عليه أحد. هذا هو القول الراجح في الصلاة على الغائب، وهو اختيار الإمام تيمية وإمام قيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين شيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. هذا هو الأقرب. لكن مع ذلك نحن الآن
في نازلة، نحن الآن في نازلة، ولا بد من اجتهاد فقهاء العصر فيها. فهناك من بعض المشايخ من اجتهد في هذه المسألة وقال إنه تشرع الصلاة على الغائب لمن لم يتيسر له أن يصلي عليه في المقبرة. ومن أبرز من قال بهذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي العام للمملكة العربية السعودية. فيمكن أن يؤخذ بهذا القول، يعني هذا اجتهاد في هذه المسألة اجتهاد مقبول، اجتهاد في محله، فهو اجتهاد أيضا من مشايخ كبار وعلى رأسهم سماحة المفتي. فيمكن أن يؤخذ بهذا القول، يمكن لمن مات له قريب ولم يتمكن من الصلاة عليه في المقبرة أن يعتمد هذا القول الذي قال به علماء كبار ويأخذ به. فهذا يعني مما يسر حتى في الظروف الحالية الآن، يعني لو مات الإنسان قريب ولم يتمكن من الذهاب للصلاة عليه في المقبرة لكون يخشى من انتقال العدوى إما بسبب مرضه أو لقضاء في مناعته أو لكبر السن أو لغير ذلك، فبناء على هذا الاجتهاد يجوز له أن يصلي عليه صلاة الغائب.